لاحظ الحواجب تطيح مع الرسم بالقلم، وش قصتها؟ برافو عليكي. مو انا متكلمه لكم على هالموضوع مليون مره قبل كذا، قلت لكم اي حاجه انت ترسمي فيها حواجبك تطيح الحواجب. وفي بعض البنات مبسوطات تقول لك لا والله استخدمته لي مدري كم شهر وممتاز مع حواجبي. شوفوا، الواكس يطيح الحواجب، الصابونه تطيح الحواجب، الجل يطيح لي مدري كم شهر. كيف تصورين وانت تسوي اللوك وفي الوقت تشوفي التعليقات؟ اعطيني طريقة بليز. مثبتي عمري الجوال على ستاند قدامي. شوفي بس بوريك، هذا هو، شتي الستاند؟ هذا الستاند بنات، كذا افتح واحط الموبايل، فهمتي كذا؟ هذا الستاند هو يعني متحرك او يعني ما ادري كيف، المهم هذا هو. اوكي، افتح زي كذا واحط الموبايل، انا اعلى من الموبايل يعني، فهمتوا؟ يعني انا مرتفعة عن الموبايل فاكيد اشوف. حطتنا في الستاند ها عشان تفهموا، شفتوا كيف اوصل لكم المعلومة؟ احاول قد ما اقدر. رينج لايت ما اشغله، مشغله بس نور الغرفة حقتي العادي. بنات الرينج لا مطفيته، يعني ما له داعي اصلا. اول مره احب بث وطول بي بعد روحي انا، والله احلى، خلينا نشوفك حياتي. بنات الرينج لايت اصلا ما له داعي انك تشغليه، لانه حرفيا يعني انا ماني قاعده اصور موديل، فهمتوا علي؟ نور الغرفه حلو، فبس اهم حاجه تكوني في مكان اضاءته حلوه يعني. والله انا كثير بحبك يا عمري انا، الله يسعد لي يا رب الناس اللي تحبني ولا يخليني منهم يا رب. جبته بس هو من الارخص. شوفوا بنات، احط الصمغ وين؟ على شفتوا هذا هو شايفين انتوا الرمش كيف؟ هذا هو شكل الرمش، يعني المفروض اني كذا اركبه صح؟ فانا وين بحط الصمغ؟ بحطه هنا على الخط هذا، تمام؟ وبحطه على الخط هذا من فوق. ليه؟ لاني انا بلصقه كذا الفوق، فهمتوا علي؟ يعني وين الرمش بيلصق في الجلده نفسها، في الجلده نفسها، اوكي؟ في المدخل. اضحك اضحك، مسويها مكسوفه. الورطه بسببك ها؟ اوكي. شوفوا لما انزل هذا المقطع عندي بشوفك تعلقي اكثر واحده. اوكي؟ وخلاص بقعد ماسكتها عليكي. هذا هي. يعني إذا خلص البث وحسيتوني علقت فجأة فاعرفوا إني أنا تلصقت. مع نفس الصمغ. شايفين؟ والحين عاد بعيش حياتي، ممكن أروح أسوي لي ساندويتش، ممكن آخذ مشوار وأرجع عادي. ليه؟ لأنه يطول لما ينشف، عشان كذا لما أنا ما كنت حابة إني أحطه يعني معاكم في اللايف، لأنه من جد بياخذ وقت يعني على ما ينشف. الآن بنات شوفوا كيف، وين ألصقه؟ جوا العين، شايفين؟ شايفين العين من جوا، ما ألصق هنا، ما ألصق على الخط، لا أدخل جوا، دخلي الرمش جوات العين هنا، جوا العين في الأبيض يعني، فاهمين؟ شوفي كيف كذا، بعدين أدخل الرمش لجوا. شوفوا طبعا هذه خلاص بشيلها، عشان شايفين وين بنات دخلت الرمش؟ هنا. بس شوفوا ليش لصق معايا على طول؟ لأنه نشف، لأنه أعطيته فرصة ينشف. أوكي كذا بس أضغط عليه. شايفين وين دخلته؟ مش عارفة أعمل ليها إيه؟ بالعكس يا حبيبتي حلو التغطية القليلة. هي عموما أنت تبغي تغطية كثيرة ليش؟ أنا ضد التغطية الكثيرة يا بنات، أنا حتى الفاونديشن الثقيل لازم أخففه. يعطيكي فينشنج احلى وانت تشتغلي، بلاش حرام تكتموا البشرات. في اوقات تجيك اذا انت ميك اب ارتست تجيك زبونه حرام، ليش تحطي لها فول كفر؟ هي اصلا مو محتاجه يعني، بشرتها حلوه. اشيلها لان كل يوم امسح واسوي لكم لوك، كل يوم امسح واسوي لكم لوك، فاحسها صعبه علي شوي، فهمتوا؟ هذه شغله. الشغله الثانيه عشان اوقات احتاج اشرح لكم على الجفن اللي تحت، فمشكله الرموش انها تخبي الجفن اللي تحت. وانا زي ما قلت انا يعني المقصد من حسابي ما اعرض لكم جمال شغلي، المقصد منه دروس. فاونديشن هو بيوتي ثقيل، شلون اخففه؟ نقطه واحده وادمجي معاها نقطه من المرطب او سيروم
او قطره انجلوت كلها تخفف لكم القوام عند الفاونديشن الثقيل. اخذ نقطه واحده وخلاص اوزعها كامل البشره، فهمتوا؟ وعادي تحطي زي ما قلت نقطه منه مع نقطه من المرطب، نقطه من السيروم، او نقطه من قطره انجلوت لو هي عندك، اخلطيها وبعدين وزعي. فاونديشن بتاعتي مش بتخفي العيوب، لان انت اصلا ما بتعرفي تخفي العيوب قبل. بنات احنا في عيوب في البشره لازم نخفيها قبل ما نحط الفاونديشن. زي ايش العيوب اللي حتكون؟ اللي هي التصبغات. التصبغات لازم تعرفي كيف تتعاملي مع التصبغات، لو حتحطي لها كونسيلر برتقالي او كونسيلر غامق، بعد كده بتحطي الفاونديشن. لكن ما يكون عندك بقع وتيجي على طول حط الفاونديشن تقولي بيوحد لي اللون او بخفي العيوب. لا، ما يخفي العيوب، فهمتوا قصدي؟ عشان كذا انا اقول لكم الفاونديشن بس هو الفينش الاخير علشان كل البشره تصير نفس اللون بس. يا ساره ارجعي كويس لحسابي شوفي الدروس، اسمعيها بتمعن تفهمي ايش قصدي في كل الكلام اللي قاعده اقوله، لان شكل عندك الخبره لا مره ضعيفه، فارجعي شوفي الدروس بالكامل عشان تستفيدي وتفهمي. تمام؟ زي ما قلت بنات الفاونديشن الغرض منه توحيد لون البشرة فقط، الفينش النهائي يعني. يعني أنا هنا حاطة كوركتر مثلا برتقالي، هنا حاطة مثلا كونسيلر غامق، الفاونديشن لما أجي أفرده على الوجه خلاص يصير عندي كل البشرة لونها واحد اللي هو لون طبقة الفاونديشن، فهمتوا علي؟ وبعدها بتثبته طبعا بالبودرة. الله يعافيك يا أم عبد الله. تمام بنات افهموا موضوع الميك اب رجاء. اوقات انت تشوفي ميك اب تيجي تحطيه على نفسك يطلع مش حلو ابدا، الالوان عليكي ما هي حلوه، ما هي لايقه. يعني انت حتخلي حاجه مش حلوه عليك عشان خاطر انت لابسه لبس معين. يعني انا زبونتي مثلا يوم الجمعه كان فستانها اورنج، انتم متخيلين اني حطيت لها ميك اب اورنج؟ لا طبعا مستحيل. سويت لها الوان ماشيه مع لون بشرتها، انا ما علي في الفستان ولا حتى سالتها، بس هي قالت لي فستاني لونه كذا كذا. أنا ما علي من الفستان، ما عليكم من الفساتين يا بنات. في النهاية الناس ما حتشوف فستانك ويقولوا أوه الفستان متمكج اليوم، مكياج الفستان رهيب. حيقولوا البنت مكياجها رهيب اليوم، لا مكياجها شكلها مريضة، البنت وجهها شاحب، البنت وجهها منور ما شاء الله مبينة مشرقة. الميك اب له علاقة في وجهك أنت مش في فستانك يا حبيبتي، فهمتوا؟ البني بيمشي مع كل الفساتين، مش شرط ممكن يمشي مع كل الفساتين بس ما يمشي مع كل وجوه. يا سارة يا قلبي شوفوا الشيء بنات اللي يمشي مع 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 بشرتك انت مع اندرتونك. اضحككم اقول لكم شيء، انا الان مو كل الالوان تمشي معي، انا هذه الالوان تمشي مع بشرتي تمام التمام ما في اي مشاكل. لو احط هذه الالوان مو حلوه، حلوه علي صح يعني انا اسويها باتقان، لكن يطلع وجهي كاني شاحبه، اللون هذا ما يناسب اندرتوني. الان بنات في الاكسسوارات انا يناسبني الفضي، لو البس ساعة لونها ذهبي تضحكوا علي، يصير عمري كأني كبيرة كأني جدة، مو حلو. انا دايم لاحظوا دايم كل اكسسواراتي فضية، لو لبست اكسسوار ذهبي ما هو ماشي مع اندرتوني. عشان كذا انا اقول لكم لا، ما عليك في الالوان، انت الفستان ايش لون فستاني ايش احط ميك اب، ممكن اللي انت تحطيه ما يطلع حلو عليكي، بالتالي يصير الميك اب هنا نقول بشعك، يعني صرتي قبل الميك اب كنتي احلى. وهذا ترى اللي يصير مع اغلب البنات، حتى ترى الملابس نفسها في قماش تلبسي تحسي نفسك اليوم وجهك كذا منور، في قماش تلبسي تحسي كذا كانك مطفيه، كان لونك اصفر، كانك ما انت نايمه لك اسبوع، فهمتوا علي؟